صباح الخير يا ليلى. سعد صباحك. كيفك لليوم؟ تمام، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. خلينا نصبح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه، صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. بدايه نهار جديد واسبوع جديد، وان شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. واكيد مشاهدينا عم نطلع عليكم خلال شهر رمضان المبارك، اكيد نحن بالعشريه الثانيه، ان شاء الله يا رب بيكمل هيدا الشهر بكل الخير وكل دعواتكم وأمانيكم تكون مجابة. أكيد نحن بنبلش مشوارنا الصباحي معكم ومنترافق لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات والتقارير، ولكن مثل العادة خليني أرجع صباح عليك يا ليلى. يسعد صباحك يا هايدي، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد يا رب يحملكم كل الخير، الصحة وراحة البال وتحقيق الأماني. مشوارنا الصباحي بلش بمحطاته العديدة والمتنوعة، رح نترافق بالعديد من المحطات، وأولى فقراتنا رح تكون عن مرضى القلب وتأثير الصيام عليهم، وأيضا رح نترافق بفقرة نحكي فيها عن عقد الأجار وشو هي الطريقة القانونية اللي بيقدر المؤجر يخلي أو يلغي عقد الأجار فيها. وبآخر فقراتنا رح تكون عن الأمهات اللي هن دائما بيبذلوا جهد تجاه أطفالهم، لكن الأمهات اللي عندهم أطفال متلازمة الداون بيقوموا بجهد مضاعف. كل هالفقرات رح نتناولها ورح نحكي فيها، لكن قبل ما نروح لفاصل بدي أتشكر زهرتي قفطان اللي عم تقدم لنا هدول الملابس وهدول العبايات الحلوين، مجموعة رحالة التجارية خلال شهر رمضان لمذيعات صباحنا غير. أما هلا رح نروح لفاصل ونبدأ. أما هلا مشاهدينا رح نروح لنتعرف على نصائح طبية خلال شهر رمضان ضمن فقرة هل تعلم، من تابع سوا. هل تعلم أن الصيام يعزز إزالة السموم من الجسم؟ وهل تعلم أن القلب يحصل بفترة الصيام على راحته أعلى من الأيام العادية؟ وهل تعلم أيضاً أن الصيام يحفز خسارة الوزن بسرعة ويعمل على منع تخزين الدهون بالجسم؟ وأخيراً، هل تعلم أن الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الإدمان على النيكوتين والكافيين؟ مشاهدينا، لأنه الصحة هي أهم شيء بالحياة، خلونا نبلش مشوارنا الصباحي مع الفقرة الطبية ونحكي عن أمراض القلب والشرايين باعتبار اضطرابات بتأثر على عضلة القلب والأوعية الدموية بالجسم. طبعا هي الأمراض أكثر انتشار بالعالم وممكن تؤدي للوفاة لا سمح الله في حال كان في إهمال. واليوم خلال شهر رمضان المبارك استفسارات كثيرة وأسئلة، هل ممكن مريض القلب يصوم؟ ممكن يأثر بشكل سلبي على صحته؟ فقديه لازم اليوم نكون واعيين لهذا الموضوع يا ليلى؟ تماماً يا هايدي، يكون في تحاليل دقيقة، في فحوصات طبية للحذر من هاي الأمور. وأيضاً هايدي المصابين بالأمراض المزمنة ومرضى السكري ومرضى الضغط أيضاً كمان اليوم لهم محاذير كيف ممكن يصوموا بشكل آمن بحيث ما يعرضوا صحتهم للخطر. كثير من التساؤلات رح يجاوبنا عليها ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية والقلبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم و... صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين، ورمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بداية نوضح الاستفسار، هل يا ترى اليوم للصيام بيأثر على عضلة القلب؟ بشكل إجمالي وبشكل عام الصيام مفيد للقلب. ليش مفيد للقلب؟ لأنه في الصيام يخف تناول الطعام وخاصة الدهون والدسم والزيوت المهدرجة والمشبعة، ويقل مقدار الطعام الذي يتناوله الإنسان، وبالتالي هو بالأصل تصلب الشرايين والأمراض اللي بتصيب الشرايين كلها يعني معظم منشأها من تناول الطعام الغير صحي. فأكيد في الصيام رح يقل كمية الطعام والدهون والدسم، وبالتالي هو مفيد لشرايين القلب ومفيد للصحة بشكل عام. إضافة لهالشيء في الصيام يعني يقل استخدام الإنسان للتدخين، ومعروف أنه التدخين هو بيساوي تصلب شرايين وضار جدا للإنسان من فوق لتحت. فبشكل عام الصيام يحسن عمل الشرايين، يساعد على حرق الدهون والدسم المخزنة في جسم الإنسان، يؤدي إلى نقص في تصلب الشرايين وتكلس الشرايين.
دائما الطعام هو البطنة تذهب الفطنة، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. قلة الأكل دائما هي مفيدة للإنسان ضمن حدود معينة وضمن ضوابط معينة. فبشكل عام الصيام هو مفيد لكل الجسم وبما فيه الشرايين والقلب وعضلة القلب. تمام دكتور، لكن في حال أنه المريض اليوم مثل ما ذكرت حضرتك أنه مشي على نظام غذائي نظم أكله فعلا هو الصيام حضرتك عم تذكر أنه مفيد له، لكن اليوم في أشخاص كتير من فترة الفطور لفترة السحور بيكون في طريقة أكل عشوائية من كل شيء، حتى الدخان بيصير مضاعف، أنه نحن عم نعوض عن فترة اللي كنا صايمين فيها بالنهار. هون قديش هدول الأشخاص عم يعرضوا حالهم للخطورة؟ بالتأكيد يعني الصيام، يعني إذا أنا صمت مثلا 16 ساعة أو 14 ساعة وجيت طلعت الفرق في الفطور في وجبة الإفطار والسحور ورحت أكلت الدهون والدسم المشبعة وكله زيوت ودهون، هذا ما استفدنا من الصيام شيء نهائيا. أكيد رح يكون في خطورة أكبر، وخاصة المرضى يلي بالأساس عندهم أمراض قلبية أو عندهم مشاكل قلبية، فهدول ما استفدنا من الصيام شيء نهائيا. إذا نحن بدنا نعوض الدهون والدسم وبدي أكل في رمضان ضعف يلي بأكله في غير رمضان تماما. حتى الأشخاص الأصحاء لما شو بيقولوها بالعامية أنه بيخبصوا بالأكل على وجبة الإفطار للسحور ممكن يتعرضوا لكثير من المشاكل الصحية هون الطامة الكبرى. فكيف مريض القلب؟ أكيد هون الطامة الكبرى. هلأ نحن عم نحكي بشكل عام فوائد الصيام للمرضى يلي ما عندهم أمراض قلبية. هلأ الناس يلي عندهم أمراض قلبية وعم يتناولوا وجبات كبيرة وعم يتناولوا وجبات مليانة دهون ودسم ونشويات وحلويات، هدول رح يكون الضرر أوسع وأكبر بالنسبة لهم. تماما. طيب دكتور، خلينا نوضح أكثر بهذا الموضوع ونعرف شو هي الحالات يلي بيمنع فيها مريض القلب من الصيام. هلأ بالنسبة للمرضى القلبيين أو اللي عندهم مشاكل قلبية، هدول هن بينقسموا لقسمين. قسم هن قادرين على الصوم، خاصة المرضى المستقرين من الناحية السريرية، ما عندهم آلام خناقية، ما عندهم أعراض، هن مرضى قلبيين، ممكن يكون عندهم قصور قلب، ممكن يكون عندهم تصلب شرايين، ممكن يكونوا مروا بأزمات قلبية سابقة وتركب لهم شبكات على سبيل المثال، أو في عندهم تضيقات في الشرايين. فهدول المرضى المستقرين يعني اللي ما عم يشكوا من أي أعراض نهائيا، ما عم يشكوا من أي مشاكل، هدول بشكل عام هن قادرين على الصوم والصيام مفيد جدا لهم. لكن نجي في عنا شريحة تانية من المرضى القلبيين، هدول ممنوع يصوموا نهائيا، وخاصة المرضى الذين لديهم أزمات قلبية حادة، مريض عنده احتشاء عضلي قلبية حاد، نايم بالعناية المشددة، هذا ممنوع يصوم. حتى لما يتخرج من المشفى لازم ما عاد يصوم ليمر 6 شهور على الأقل، 3 ل6 شهور على الأقل، وتكون حالته مستقرة وما عم يشكي من آلام صدرية. كل مرضى الداء الإكليلي يلي عندهم آلام خناقية وعندهم خناق صدر، هدول ممنوع يصوموا نهائيا. كل المرضى اللي عندهم إصابات صمامية شديدة، عندهم تضيق أبهري شديد أو تضيق تاجي شديد أو قصور أبهري شديد أو قصور تاجي شديد، هدول المرضى اللي ما هن مستقرين، هدول ممنوع يصوموا نهائيا. كل المرضى اللي عندهم قصور قلب وعندهم وذمات رئة متكررة ووظيفة العضلة القلبية متدنية ويعني وظيفة البطين الأيسر يعني نتاجها قليل جدا، هدول أبدا ممنوع يصوموا. كل المرضى اللي عندهم أمراض قلبية وهن عم يتناولوا أدويتهم يعني وخاصة بجرعات منتظمة وخلال 24 ساعة، هدول إذا صاموا بجوز يروح عليهم يعني يصير عندهم مشكلة في عدم تناول الدواء، فهدول أكيد ممنوع يصوموا. فإذا المرضى القلبيين هن بينقسموا لقسمين، قسم قادر على الصيام وهن المرضى المستقرين يعني ما عندهم أي أعراض وأمورهم كلها مستقرة، وقسم غير قادر على الصيام نهائيا وهن المرضى اللي عندهم آلام خناقية أو خناق صدر غير مستقر، أو المرضى على سبيل المثال اللي مروا بأزمات قلبية وتساوى لهم شبكات مثلا، نحن سوينا لهم قسطرة وحطينا لهم شبكة، هدول حتى بعد يعني إجراء العملية وتوسيع الشرايين وحطينا لهم شبكات، فهن لازم يمر وقت كافي لا يقل عن 3 شهور وما عم يشكوا من أي أعراض لحتى نحن نسمح لهم بالصيام. ممنوع يصوموا بالفترة بعد تركيب الشبكات. المرضى اللي هن المرضى سكريين وعندهم تضيقات شريانية شديدة ومتعددة ومعرضين للعمل الجراحي،
هدول الصيام حتى لو ما كان عم يشكو من آلام خناقية، الصيام عادة يعني عم يحرمهم من تناول السوائل، ممكن يصير عندهم درجة من التجفاف، هالشيء رح يأهب لأزمات قلبية أو ممكن يساوي لهم احتشاء حاد، فهدول أصلا ممنوع يصوموا نهائيا. كل المرضى اللي هن على خطورة عالية من الداء الإكليلي ما بيصير يصوموا ابدا. فهدول المرضى اللي ما هن مستقرين، المرضى اللي مثلا اجوا عمل جراحي على سبيل المثال فتح صدر وساووا قلب مفتوح وساووا لهم تبديل شرايين، هدول ممنوع يصوموا حتى تترمم العضلة القلبية وتستقر احوالهم وما يشكوا من آلام صدرية نهائيا. هدول لازم يمر على الاقل 3 لـ6 شهور على استقرارهم بعدين لحتى يسمح لهم بالصيام. تمام دكتور. اليوم اذا بدنا نحكي عن الاشخاص اللي مرضى القلب ومرضى الضغط اللي بيتناولوا جرعات من الادويه لكن هم ما عندهم هي المشاكل الخطوره اللي ذكرتها حضرتك، اليوم كيف بدهم يوازنوا هي الجرعات من فتره الافطار للسحور؟ كيف بدهم يعوضوا او ينظموا هذا الشيء؟ نسينا نذكر انه حتى المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني شديد وضغطهم ما هو مضبوط ابدا، هذول اصلا ممنوعين من الصيام. المرضى اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني ومضبوط ومعالجين بشكل جيد، هذول المرضى ممكن نحن نسمح لهم بالصيام. هلا بالنسبه لتناول الادويه للمرضى القلبيين، اكيد نحن رح نقسم الادويه على جرعتين فقط، هن جرعه يعني عند الافطار وجرعه عند السحور. نحن في هالحاله لازم نختار الادويه المناسبه في الوجبه المناسبه او في التوقيت المناسب. على سبيل المثال المرضى اللي عندهم قصور قلب وعم يتناولوا من بين ادويه قصور القلب الامباجليفلوزين اللي هذا بيريح العضله القلبيه، هذول اذا نحن اعطيناهم هذا الدواء على السحور ممكن يساوي لهم ادرار، ممكن او المدرات على سبيل المثال يساوي لهم ادرار ويساوي لهم تجفاف ويساوي لهم خلال النهار تعب ووهن شديد وتجفاف وقله حيل وارهاق شديد. فهذول نحن ننصحهم عاده بيتناولوا ادويتهم عند وجبه الافطار مساء. هلا بالنسبة للأدوية يلي مثلا فيها جرعات متعددة بالنهار، دول ما بيصير يصوموا. إذا نحن قدرنا هدول الأدوية المرضى المستقرين وعم ياخدوا أدوية، لازم نختار لهم نحن الأدوية يلي بتغطي الـ 24 ساعة، يلي ممكن لما ياخد الدواء مفعول الدواء يغطي لنا تماما 24 ساعة لحتى نحافظ على استقرارهم. أما مثلا في مرضى على سبيل المثال لازم ياخدوا أكثر من جرعة دواء والدواء ما في منه يعني أدوية طويلة المفعول، هدول ما بيصير يصوموا، نحن مضطرين نخليهم يفطروا لحتى يقدروا يتناولوا أدويتهم كل 8 ساعات بشكل منتظم. صحيح. فنحن عادة بالنسبة لتناول الأدوية ممكن نقسمها إلى قسمين، قسم يؤخذ عند الإفطار وجبة الإفطار خاصة أدوية الخافضة للكوليسترول مثل الاستاتينات مثل المدرات مثل الإمباجليفلوزين، هدول المرضى عادة لازم يتناولوا هدول الأدوية عند الإفطار. في أدوية ثانية ممكن نحن نضبط لهم ياهم مثلا ياخذوهم عند وجبة السحور مثل المميعات الأسبرين والكلوبيدوغريل وما شابه. صحيح دكتور، فعلا يعني موضوع الأدوية كتير مهم ولازم يكون في وعي أكثر لهم، لأنه في كتير أشخاص بالنهاية ممكن تنسى الدواء أو ممكن تأخر بتوقيته. طيب حكينا عن وعطينا نصائح عن الأشخاص يلي عندهم أمراض مزمنة إن كان سكري أو ضغط أو قلب، خلينا نروح للأشخاص يلي عندهم مشاكل بالكلى. دكتور هدول ممكن يصوموا اليوم وإمتى ممكن يكون ممنوع عنهم الصيام؟ عموما المرضى اللي عندهم امراض بالكليه، في امراض مثلا ممكن المريض نسمح له بالصيام وبيقدر يصوم، في مرضى ممنوعين من الصيام نهائيا. كل المرضى اللي عندهم تجفاف، هذا التجفاف ممكن يساوي لهم قصور كلوي حاد، ممكن يؤدي لارتفاع ارقام البوله والكرياتينين، اذا نحن منعناهم من تناول السوائل وخليناهم يصوموا بنكون نحن عم نذبح الكليه، عم ناذيهم اكثر، عم نساوي تطور او ترقي في ارقام البوله والكرياتينين وعم نسيء للكليه ونسيء لعملها. المرضى اللي مثلا عاملين جراحات على الكليه، المرضى اللي عندهم قولنجات كلويه، واحد عنده بحصه بالكليه ونزلت البحصه على الحالب ونجي نحن نخليه يصوم، هذا اكيد في ضرر كبير له. نحن هذا المريض لازم يتناول كميه كبيره من السوائل لحتى الكليه تقدر تطرح السوائل وتدفش البحصه لحتى تنزل البحصه. فالمرضى اللي عندهم قصور كلوي حاد، المرضى اللي عندهم قصور كلوي مزمن غير مستقرين، المرضى اللي عندهم قولنجات كلويه مزمنه وعندهم حصيات ورمال على طول، هدول ما بيصير يصوموا ابدا لحتى نحن نسمح للكليه انه تضل تشتغل بشكل جيد. تمام دكتور، لكن دائما
كمان الأطباء بيحذروا لأي شخص طبيعي ما عنده أي مشكلة إنه اليوم المي، خلينا نحكي عن شرب المي والسوائل بشكل عام، يمكن المي هي عنصر أساسي للمحافظة على صحة الكلية، خلينا نحكي شوي ونوضح هاي النقطة. كل الأمراض التي تؤدي إلى التجفاف ونقص السوائل بالتأكيد تؤذي الكلية، مثل الحروق، مثل على سبيل المثال الإسهالات المتكررة، الإقياءات المتكررة، هدول بيصير عندهم نقص سوائل شديد. هون إذا نحن ما عوضنا سيرومات للمرضى أو إذا ما عطيناهم كمية كافية من السوائل، هدول رح يفوتوا بقصور كلوي حاد ورح تضعف الكلية كتير ورح ترتفع أرقام البولة والكرياتينين، وممكن أحيانا يوصلوا للدرجات أنه ممكن يحتاجوا لجلسات غسيل كلية. فشوفي قديش هو الموضوع مهم وقديش خطير بالنسبة لهم. هلأ ولذلك بأيام الصيف لما يكون مدة النهار طويلة وبيكون في فترة كبيرة بعدم تناول السوائل، الناس يلي هنن على درجة معينة من الأذية الكلوية، وين بنشوفهم هدول؟ على سبيل المثال بمرضى السكري. السكري أحد الاختلاطات يلي ممكن يساوي لنا إياها هو اعتلال الكلية السكري. فالكلية بالأصل يعني هي يا دوب عم تقدر تكفي حالها، فلما يكون في عنا نحن اعتلال كلية سكري وفي أذية بالكلية ونجي نحن نحرم المريض من مدة طويلة من السوائل، هدول المرضى رح يفوتوا بقصور كلوي. ولذلك كل المرضى اللي عندهم اعتلال كلية سكري، عندهم قصور كلوي في بدايته، عندهم أذيات كلوية، هدول السوائل ضرورية جدا ويجب أن تأخذ بكميات وافرة ومناسبة لحتى ما تتأذى الكلية. هدول لازم، وحتى إذا كان في قصور كلوي حاد يجب يعني قبولهم في المشفى وأعطائهم كميات وافرة من السيرومات لحتى تشتغل الكلية. فالسوائل والماء ضروري جدا في المرضى يلي كلويهم على الحد أو مثلا هن معرضين لأذية كلوية أو ممكن يصير عندهم قصور كلوي. حتى بشكل عام دكتور فينا نقول الماء لصحة الكلية بالكل ضروري، لأنه كتير في أشخاص بفصل الشتاء ما بيشربوا مي، بيقولوا نحن ما بنتذكر أنه نشرب مي. ابدا هاي شغله يعني خاطئه جدا. الانسان يجب ان يتناول كميات كافيه من السوائل يوميا. الكليه هي اللي عم يشغلها اصلا السوائل والمي، ولذلك الناس العاديين اللي ما عندهم امراض بالكليه يجب تناول كميه كافيه من السوائل. نقص السوائل ممكن يؤذي الكليه، ممكن يؤهب لتكون رمال. نحن الكليه شو هي وظيفتها؟ هي انه تنقي الدم من الرمال الناعمه، من الاكزالات، من يعني اكزالات الكالسيوم او حمض البول. فهدول لما يصير في عنا نقص في وارد السوائل، هالبلورات الناعمه ممكن تتجمع مع بعضها وتساوي لي حصات، والحصات لما تنزل من الكليه للحاله بتساوي له للمريض الم شديد جدا. الكريست البحصه معروفه انه هي مؤلمه بشده. ولذلك الناس العاديين اللي ما عندهم اي مشاكل يجب ان يتناولوا كميات كافيه من السوائل. تمام دكتور، خلينا نرجع شوي للاشخاص اللي عندهم امراض ضغط وقلب واللي خلص عنده بدهم يصوموا، في حال خلال صيامهم صار عندهم اعراض مشاكل صحيه، دوار، دوخه، اي شيء، الم، نخزه بالقلب، شو هي الاسعافات الاوليه يلي لازم نحن نتصرفها بالبيت قبل ما نلجا للدكتور؟ نحن كل المرضى اللي غير مستقرين من الناحيه القلبيه وعندهم امراض قلبيه شديده ممنوعين من الصيام نهائيا. ما بيصير يصوموا، رب العالمين أحلهم، ليس على المريض حرج، فرب العالمين أحل لهم أنه يفطروا. فهو لما يجي عاند بده يصوم، أنا بعتقد هي يعني ما هي طاعة لرب العالمين، بالعكس هي معصية، لأنه هو عم يلقي بنفسه إلى التهلكة. هلأ نحن وين ممكن نشوف هالشغلة؟ يمكن أكثر بمرضى السكري. المرضى السكريين، خلينا نحكي كمان هالفكرة أنه بالنسبة لمرضى السكري، هلأ المرضى السكري أول شيء هو نوعين. النمط الأول يلي هو بيصيب عادة اليفعان والشباب والصغار بالعمر، ويلي هو معتمد على الأنسولين، وهدول المرضى ممنوعين من الصيام نهائيا. والمرضى النمط الثاني يلي هو بيصيب الكبار بالعمر عادة، فهدول نحن ممكن نختار المرضى يلي سكرهم مضبوط بشكل جيد وهن يعني مقيمين بشكل جيد قبل شهر أو شهرين من شهر رمضان المبارك، فحصات وتحاليل تماما. فأنا لما
هن يعني هدول عنده اصلا ما بيصير يعني يصوموا ابدا، لانه أكيد ممكن يفوتوا بنوبة بنقص سكر. فكل المرضى اللي عندهم على سبيل المثال حماض خلوني سكري، عندهم سكاكر غير مضبوطه، هن المعالجين بكميات عاليه من الانسولين، المرضى اللي فاتوا بنوبة بنقص سكر، هدول ما بيصير يصوموا ابدا. هلا لما هن بدهم يصروا على الصيام فبدهم يكونوا تحت مراقبه شديده تماما. يجب اختيار مثلا جرعات الانسولين المناسبه، مثلا ممكن نحن نعطيه جرعه قاعديه طويله المساء لحتى تطيله عدم ارتفاع سكر الدم اثناء النهار، ونعطيهم انواع من الانسولين اللي ممكن تحرق لهم السكر قبل الوجبه ويكون تاثيرها ومفعولها قصير، مثل النوفو ربد على سبيل المثال قبل وجبه الافطار، هو بده ياكل كميه كبيره، في عنده وجبه اساسيه بيكونوا حاطين له بالعائله مثلا اكلات طيبه مضطر ياكل، فنحن بنعطيه يعني انسولين بما يتناسب مع وجبه الطعام اللي هو عم يتناولها. ونحن لما هو يصر على الصيام ويكابر على حاله وبده يعني يكسب، هلا هدول بدهم يخضعوا لعناء يعني لرقابه مشدده. صحيح. على سبيل المثال يجب اجراء سكر الدم عده مرات باليوم، ممكن نساويه الساعه 10 صباحا، ممكن نساويه عند بعد الظهر او عند المساء، وهدول اذا حسوا ان هن ايديهم عم يرجفوا، حسوا حالهم جوعانين، حسوا حالهم بدهم يفوتوا بنوبه نقص السكر، لازم يفطروا مباشره حتى لو كان قبل الافطار بنصف ساعه، لانه نحن ما لنا مستعدين يفوتوا بنوبه نقص سكر اللي ممكن تكون خطره على حياتهم وقد تودي بحياتهم احيانا. فهدول المرضى المعندين انه يصوموا لازم يتراقبوا يعني رقابه جديه ويتساوى لهم تمام الاجراءات اللازمه. تماما دكتور، ذكرت نقاط كثير مهمه، يعني اليوم في كثير اشخاص وعم نشوفهم يمكن حتى عند اهالينا انه نحن لا بدنا نصوم، في منهم ما بيروحوا لعند طبيب، يعني انا خلص ما بدي صوم، ما في داعي انه انا اتابع مع طبيب، يمكن حتى بيصيروا يتناولوا الادويه بطريقه عشوائيه. اليوم خلينا دكتور نحكي عن الاكل الصحي، اليوم المريض القلب، مريض الضغط، شو هو، هل في نمط غذائي معين؟ ذكرنا شوي انه لازم يبتعد عن الاكلات اللي بتضره، لكن هيك نقاط مهمه بشكل عام لمرضى الضغط والقلب، كيف لازم يخصصوا انواع معينه من الاكل حتى يحموا حالهم فيها؟ بشكل عام كل المرضى اللي عندهم مشاكل قلبية وأمراض قلبية أو عندهم سكري أو عندهم مشاكل في الكلية، هدول الناس لازم ما يصوموا إلا ما يسألوا طبيبهم هي أهم نقطة. أو يستشيروا طبيبهم، وأحياناً الطبيب ما بيقدر يجاوب على أنه تصوم أو ما تصوم على التليفون، لازم المريض يجيب أدويته ويجيب وراءه ويجيب يعني كل تقاريره معه ويجي لعند الطبيب لحتى هو الطبيب يا إما يسمح له بالصيام أو يمنعه من الصيام، هي واحدة. الشغلة الثانية إذا كان سمح له بالصيام فهو الطبيب الإنسان الوحيد اللي قادر على أنه يعني يحط له خطة العلاج المناسبة بحيث يحط له هاي الأدوية مثلا إمتى يأخذها، هذا الدواء شو مشاكله، هذا الدواء ممكن نخففه، هذا الدواء ممكن يزيده بالصيام. فيعني خطة العلاج لا يمكن أن يقوم بها إلا الطبيب وبحضور المريض شخصيا إلى الطبيب. فهدول لازم يساووا استشارة مثلا مريض الكلية عن طبيب الكلية، مريض السكري عن طبيب الغدد، المريض القلبية عن طبيب القلبية تماماً. لحتى يقدر يضبط له أدويته ويفهمه للمريض شو ممكن يصير معه، يحذره. مثلا مريض السكر لازم يفهم هو أنه شو الأعراض اللي ممكن تصير معه، لحتى هون معظم المرضى بيعرفوا شو الأعراض اللي ممكن تكون خطرة على حياتهم. ولذلك ممنوع يصوموا إلا ما يستشيروا طبيبهم لحتى يحطوا لهم خطة العلاج المناسبة. وهي المتابعة بتكون طيلة شهر رمضان مو فقط أول يوم. بالنسبة لنوعية الأطعمة فلازم المريض يعتمد على نوعية معينة من الأطعمة تمام. خاصة الخضار والحبوب والسلطات والأكلات اللي ما يكون فيها كميات كبيرة من الدهون والدسم والحلويات الزائدة اللي ممكن تأذيهم أكثر ما تفيدهم. أكيد. بالختام معلومات طبية كثير مهمة ونصائح مهمة من حضرتك الدكتور حسن إبراهيم اختصاصي أمراض داخلية وقلبية، أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. شكرا لك دكتور على المعلومات اللي قدمتها. والله يتقبل طاعتكم وصيام كل الأخوة الصائمين، ونحن دائما بنتمنى لهم الصحة والعافية. أما هلا رح نروح لفقرة الطقس لنتعرف على أحوال الطقس. أكيد يا ليلى، صار معنا عبر اتصال هاتفي المتنبئ الجوي أستاذ حسان الجردي لحتى نتعرف على أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ.
صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هلا. استاذ حسان الجردي، خبرنا اكثر كيف عم تكون احوال الطقس. الاجواء عم تكون نوعا ما مناسبه ومساعده ايضا للصائمين خلال شهر رمضان، لكن نحن هلا بمنخفض جوي، هيدا المنخفض لايمتى رح يستمر وكيف عم تكون الاجواء بشكل عام، درجات الحراره بمحافظتنا السوريه؟ تكرم عينك. هلا بدايه جديد صباح الخير لك لزميلتك الاخباريه السوريه. بشكل عام الاجواء، حاله عدم الاستقرار والمنخفض الجوي اللي كنا عم نتاثر فيه مستمر باجزاء من البلاد. امبارح كان في هطولات بمناطق متفرقه، اكبر كميه هطول كانت بمنطقه صافيطه بمحافظه طرطوس بلغت 20 ملم، بمركز محافظه طرطوس 2 ملم، بالمنطقه الوسطى بحمص 3 ملم بالسلميه 1، منطقة الجزيرة بالقامشلي تقريبا 3.5 ملم، بأجزاء من المنطقة الشمالية بجرابلس تقريبا 1 ملم. الهطولات كانت هطولات خفيفة ببعض المناطق على شكل زخات متفرقة من المطر. بشكل عام عم تضعف الفاعلية وحالات الانقشاع موجودة، ونحن لسنا تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. بشكل عام اليوم الحرارة عم تضل أدنى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية ضمن سلسلة الانخفاضات اللي تأثرت فيها المنطقة. الحرارة بتضل اليوم أقل من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو غائم جزئيا بشكل عام. فرصة الهطول موجودة على شكل زخات خفيفة من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد. الرياح عم تكون غربية لشمالية غربية خلال ساعات النهار، عم تتحول بالليل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة عم تتجاوز الـ 45 كيلومتر بالساعة، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع. بشكل عام نهار بكره الاجواء رح تضل غائمه جزئيا، ولكن رح تزداد كميه الغيوم ورح تغطي السماء بكميات متفاوته من السحب على ارتفاعات مختلفه. بتكون الفرصه ان شاء الله جيده لهطل زخات من المطر تحديدا بالمناطق الجنوبيه والجنوبيه الشرقيه، ودرجات الحراره ادنى من معدلاتها بشكل عام. حاله عدم الاستقرار رح تكون معنا مستمره لليوم الاثنين والثلاثاء. هطولات يوم الاثنين رح تكون جيده ان شاء الله بالساحل السوري، والثلاثاء راح تكون الهطولات على شكل زخات متفرقه بمناطق متفرقه من البلاد، وباغلب الاحيان عم تكون الهطولات مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات البراد، وبتتميز بالغزاره. نهار بكره راح تكون غزيره بالجنوب وبالجنوب الشرقي. الاستقرار راح نشاهده اعتبارا من يوم الخميس والاربعاء والخميس، ارتفاع بدرجات الحراره. حراره راح تكون اعلى من المعدل نهار الخميس باذن الله، تقريبا من 4 إلى 7 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن السورية. أجواء بين الصحوي والغائمة جزئيا، أجواء ربيعية رح تكون مستقرة دافئة نهاية هذا الأسبوع. حالة عدم الاستقرار رح تظل مستمرة معنا رغم الانقشاعات اللي عم تكون موجودة خلال فترة تأثرنا بحالة بالهطولات المطرية والأجواء الغير مستقرة. ترجع عنا الهطولات رح تكون على شكل زخات خفيفة نهار الجمعة، يعني الاستقرار عم يكون استقرار بسيط وضعيف خلال هذه الفترة. ونحن بداية فصل الربيع، أجواء غير مستقرة، أجواء وهطولات مطرية عم تكون موجودة هي سيدة الموقف بأغلب المناطق والمدن السورية، ولكن رغم هذه الهطولات عم يكون عندنا انقشاعات بالحالة الجوية، ورح نشاهد أفضل هذه الانقشاعات رح تكون إن شاء الله تعالى هي نهار الأربعاء والخميس بحرارات أعلى من المعدل مثل ما ذكرت. واليوم رح يكون في انقشاعات مع الرغم من أنه في فرصة لهطولات خفيفة من المطر. درجات الحرارة المتوقعة بتأمن العاصمة دمشق لليوم 16-7 القنيطرة، 11-5 القلمون، المرتفعات الجبلية 7-2 درعا، 16-7 السويداء، 13-4 المنطقة الوسطى، 15-16-5 حماة، 18-6 حسكي، منطقة الجزيرة 15-6. تمام أستاذ حسان، سريعا هل رح يكون هيدا آخر منخفض لعشاق الصيف بما أنه نحن مقربين على التوقيت الصيفي والأجواء الربيعية؟ لا هذا مو هذا اخر منخفض، رح نشهد لسه منخفضات ثانيه باذن الله تعالى تقريبا ببدايه شهر نيسان ان شاء الله. نحن دائما رح يكون عندنا التغيرات بهذا الفصل، فصل الربيع التغيرات بتكون سريعه، ولكن ان شاء الله لربما يكون في عندنا منخفض ايضا ببدايه شهر نيسان متوسط الفعاليه رح يكون باذن تمام. الله تعالى. بالختام بدنا نشكرك كثير المتنبئ الجوي حسن الجردي، انت معنا كل سبت لحتى تخبرنا على احوال الطقس، واكيد مشاهدينا مكملين معكم، ورح ننتقل مباشره لثاني فقراتنا لليوم ورح تكون قانونيه ليلى. مع
تماما يا هايدي. هلا رح نحكي بفقرتنا القانونيه عن الشروط، كيف بيقدر المؤجر انه يخلي العقار المؤجر بطريقه قانونيه، وايضا رح نحكي شو هي الشروط اللي حددها القانون، شو هي شروط عقد الايجار يا هايدي. اكيد ليلى، موضوع كثير مهم، وبالتالي اليوم لازم يكون في انتباه ووعي اكثر كرمال ما نوقع ضحيه النصب والاحتيال، وكرمال ما يكون في مشاكل اكثر. اليوم بالقانون السوري رح نعرف هذا الموضوع اكثر، وخصوصا انه اجاز القانون فسخ عقد الايجار والحكم بالاخلاء، بس بالمقابل اكيد في شروط للاخلاء رح نتعرف عليها اليوم، وعلى دعوى الاخلاء ومتى تقام. اكيد كل هاي التفاصيل مع ضيفنا يلي صار معنا ضمن الاستوديو، المحامي الاستاذ احمد السيطري. اهلا وسهلا فيك استاذ. أهلا فيك. رمضان كريم. عليكم وعليكم. بخير يا رب. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. بدايه بدنا نحكي اليوم عن عقد الايجار، يعني كثير من المشاكل الشائعه هلا بمجتمعنا، وعم نشوف هاي القصص عم بتصير في اشخاص ما عم يعملوا عقد ايجار، عم بيأجروا بدون عقد ايجار، في اشخاص عم يعملوا عقد ايجار. خلينا نحكي اليوم شو هي الحالات او دعاوى الاخلاء وفق القانون. بالنسبه لمبدئيا اذا بدنا نحكي على عقد الايجار مثل ما تفضلت بالبدايه، هي كثير فعلا عم تصير مشاكل بين الاخوه المواطنين، لا سيما انه القانون رقم 20 لعام 2000، اللي قانون رقم 20 لعام 2015 ريح المواطن. يعني من قبل كانت في العقود الخاضعه للتمديد الحكمي بالعقارات التجاريه والعقارات للسكن. طيب القانون رقم 6 لعام 2001 اختص بنظم العلاقه الايجاريه بالنسبه لدور السكن، بحيث انه خاضع للتمديد الحكمي بحق له للمؤجر اخلاء العقار، ياخذ 40% المستاجر لقاء انه يخلي العقار. كمان هي فيها مفهوم عم يصير فيه التباس، انه المستاجر عم يفكر انه بحق له هو ياخذ يعني يرفع هو الدعوه ويعطيه للمستاجر للمالك المؤجر 60. لا، هي نزلت بالنسبه للعلاقه هي بالذات لدور السكن، انه المؤجر هو على مزاجه ايمت ما بده بيرفع دعوه بيعطيه 40%. هذا الحق ممنوع فقط للمؤجر. بالنسبه هي نظمها القانون 2006، عامل القانون رقم 2001 رقم قانون رقم 6. بالنسبه كمان للعقارات الخاصه التجاريه كمان نظمها القانون وبشكل مبسط، انه القانون رقم 10 لعام 2006 كمان بحق له، من قبل كان المالك الفروغ ياجر اجار باطني طبعا، وكان يتنازل بالاحرى عن الماجور لقاء انه ياخذ ثمن بدون ما يرجع للمالك المؤجر، وهذا لحق ضرر كثير للمالك المؤجر، ما كان من قبل كان يعني بحسن يمنعه. ما بحق له غير يرفع دعوى تخمين. فيما بعد وقت تنظم هالعلاقه الايجاريه صار بحق له ياخذ 10%، يعني المؤجر بيقول للمالك المؤجر المستاجر بحق له، بيقول له المالك المؤجر انه انا بدي بيع العقار مثلا 100 مليون، 100 مليون يا بيشتري بياخده المؤجر لقاء انه ناقص 10%، سواء رضي ولا ما رضي له 10% المالك المؤجر. هاي الحاله هي كمان استفاد منها. نيجي القانون 20 رقم قانون رقم 20 لعام 2015، هذا اجى بشكل مبسط مطبع عليه على عقد الشريات المتعاقدين. مثل ما تفضلت في البدايه انه ناس عم تعلق بحيث انه ما عم ينظموا العقد الايجار بشكل يعني يحمي الطرفين. هذا القانون اجى حامي الطرفين. العقد الايجار وين بيتم؟ بيتم بالمحافظه او البلديه التابع الى العقار. هون عم يعطيكم يعني القانون عطى فرصه لحمايه الطرفين. بيخلص مده العقد بحطه بالتنفيذ. بحطه بالتنفيذ خلال فتره وجيزه باخطره، يعني صار سنه تنفيذي موثق. لما ما عم يصير معنا عقد موثق بلاد البلديه او المحافظه، هون عم تخلق الاشكاليه. الاشكاليه اللي عم تصير انه لحتى يروح لحتى يخليه ما له موثق، ما له سنه تنفيذي، بده يضطر يرفع دعوه لحتى يثبت العلاقه الايجاريه، وفيما بعد لحتى يصير معه سنه تنفيذي بيعادل العقد اللي تم بالمحافظه او البلديه، معناتها صار في عنده اعباء مادي، صار في طول بالوقت وفي تكلفه منيحه يعني صارت لهالشيء، عاد نحن لما الواحد بده يرتاح بحق له، وبالافضل لحمايه الطرفين بيتنظم عقد بالبلديه
أو بالمحافظة. هذا الآمن أكثر شيء فينا نقول أستاذ، لكن في أشخاص عم يعملوا عقود مثل شكلية بين بعضهم، أو يمكن بيجيبوا ورقة من ممكن مكتبة، أو لحتى أنه لأنه نعم. صار تكلفة يمكن عقد الأجار شوي عبء على المستأجر وعلى المؤجر، فصاروا يستسهلوا القصة اليوم. وأحيانا في عقود عم بتتم عن طريق محامية كمان، هي النقطة. نعم. هل هو كمان آمن هذا العقد يفترض أنه يكون، ولا لازم يتثبت بالبلدية؟ يفضل لأنه يتثبت بالبلدية أو المحافظة، لأنه صار معنا سند تنفيذي بيحطه حين انتهاء المدة، ما رضي المستأجر يسلم العقار للمؤجر، صار عنا بيحطه بالتنفيذ مباشرة عن طريق التنفيذ، بأخطوه خلال 5 أيام بده يسلم. في حال عمل عند محامي ما بينحط بالتنفيذ؟ في حال عمل عند محامي ما بينحط بالتنفيذ، لأنه المحامي وقت بيروح لعنده لحتى يساوي بيكون مثلا مختلفين على شيء معين، على التسليم، على الاستلام، على المدة، على المبلغ اللي بده يندفع بين بعضهم. محامي هو ممكن يبسط له الأوضاع، يحطه بالصورة، كل واحد شو بيصرف لحقه، إيمتى بيقبض، شو الطريقة، شو الآلية، شلون الآجار بيتم، في قبل يكون مفروش، في قبل يكون يعني وقت طويل. المحامي عليه يوضح للطرفين كل واحد شو الحق اللي له. بنظم العقد المحامي، نظم العقد، بس من ضمنه أكيد ما في محامي إلا ما يحط بند منهم إنه يراجعهم سواء البلدية أو الجهات المختصة، سواء البلدية أو المحافظة، لتثبيت هذا العقد. يعني محامي وثق لهم، حط وجهات النظر، وصلهم، بس مستحيل ما ينصحون يروح يحطوه بالبلدية. طيب. يعني في توفير كثير كثير بالنسبة لليوم. طيب أستاذ، خلينا نوضح أكثر للمشاهدين، من هو صاحب الحق بإقامة دعوى الإخلاء؟ دعوى الإخلاء بتتم من قبل المالك المؤجر. في مالك وفي مؤجر، هذا بحق له وهذا بحق له. لأن في نقطة إنه إذا كان تم وفاة مثلا المؤجر، إذا توفى ورثته بحق له أن يعملوا عقد الإيجار. بنيجي بالنسبة للمستأجر، إذا توفى ورثته، هو في عندنا نقطة حساسة كتير بدور السكن. دور السكن لما بده يتوفى المستأجر، ورثته اللي مقيمين معه بالمنزل هن اللي بيعتبروه مستأجرين. هون عندنا في نقطة لما نحكي فيها أنه عقارات الخاضعة للتمديد الحكمي، عقارات خاضعة للتمديد الحكمي هي العقارات القديمة مأجرة مثل دور السكن قبل 2006، بالنسبة لدور المحلات التجارية قبل 2001، عفوا دور السكن 2006 العقارات التجارية، هي خاضعة للتمديد الحكمي. خاضعة للتمديد الحكمي معناتها دور السكن عم نحكي فيها، هي النقطة الأخيرة، إنه وقت اللي بيتوفى المستأجر مين قاعد معه بالعقار، هذا فقط اللي بيكون التمديد الحكمي لحقه له، يعني مو كأرث بقدر ما هو انه ساكن معه بنفس البيت المؤجر. في نقطة حساسة كمان، انه اذا كان بنت المستأجر طلعت برات البيت، تزوجت هون ورجعت، هاي من حقها كمان انه تكون منتقل الى تلقائيا بصفته انه خاضع للتمديد الحكمي. اما الابن او حدا كان معه بالبيت طلع واستقل لحاله، اشترى بيت وسكن لحاله، او غادر البيت فتره طويله، هذا ما بيشمله بالنسبه للعقد التمديد الحكمي، ما بيشمله انه بيرجع هو كمستاجر عن المستاجر المتوفي. تماما. لكن اليوم في اشخاص ممكن يصير عندهم تقصير بالدفع الايجار. نعم. او في حال طالبهم الشخص صاحب العقار بزياده المبلغ تناسبا مع الاشياء اللي عم بتصير من ارتفاع الاسعار، انه انا اليوم الكل رفع الايجارات، انا بدي يغلي شوي الأجار، رفض هذا المستأجر أنه يزود له مثلاً الإيجار، أو رفض أنه أو قصر أنا شهر شهرين ما دفع له، شو هي الشروط اللي هو لازم يسويها أو الإجراءات لازم يتبعها؟ أستاذ، سؤالك شقين، أول شق أنه إذا كانت الإجراء قليلة بده يرفع الإجراء. نعم. نعم، هي بصير فيها دعوة تخمين. دعوة التخمين دائماً وأبداً بصير كل 3 سنوات من تاريخ قيد الدعوة، بعد 3 سنين بحق له المؤجر أنه يرفع دعوة تخمين، وفي ممكن اذا كان حس ان المستاجر كمان انه في غبن كمان بامكانه يرفع دعوى تخمين. وانما بشكل عام انه مشان زياده الاجره، محكمه قررت اجرة هالقد المبلغ بموجب قرار تخمين طلع، لانه في لجنه بتطلع وبتقدر هالشيء. اما بالنسبه للتقصير بالدفع، وهي من ضمن دعاوي الاخلاء، يعني بالنسبه لدعاوى الاخلاء هي من ضمنها، وهي كمان نقطه حساسه، انه تعلق التقصير عن الدفع، هاي نحن في عندنا 8 حالات هاي من يعني كثير الشائعه، انه التقصير عن الدفع ما عم يعرف انه في قديش له اهميه المستاجر عم يستهتر بدفع الاجراء. الشرط الاساسي تبعه انه تكون متوافق مع البطاقه البريديه. نحن شلون نحن بنعرف انه فلان صار في عنده تقصير عن الدفع؟ نبعث له اما
انذار عن طريق كاتب العدل او بطاقه بريديه مكشوفه انه انت ترتب عليك مبلغ مشان تدفعه قدره مثلا 10,000 ليره عن شهر اول ثاني ثالث. بس في عندنا نقطه انه بدها تكون الايجار الاجره اللي عم نطلبها بدها تكون من ضمن السنه الايجاريه المنتجه بالاخلاء. يعني في عندنا مثلا السنه الاولى انا عم نطالب نحن بالشهر الاول للسنه 2024 العلاقه الايجاريه بتبلش من السنه الايجاريه بتبلش من 1/1/2024 ل 31/12/2024. اذا بدي طالب انا عن الشهر الاول عن هاي السنه المنتجه بالاخلاء وطالب فيها عن 5 شهور 10 شهور من السنه الماضيه السنه الماضيه يعتبر دين عادي ما بيؤدي للاخلاء، وانما الشهر الاول واللي طالبت الشهر الاول والثاني من هاي السنه هاي منتجه بالاخلاء. في عندهم مده 30 يوم إذا ما دفع خلال مدة 30 يوم يتعرض حاله إنه نرفع دعوى بمواجهته من قبل المؤجر. شو العقوبة في حال ما دفع؟ هو هون بيت الأصيل إنه إذا كان ما دفع خلال مدة 30 يوم بيلجأ المؤجر لإقامة دعوى عليه على المستأجر لعلة التقصير عن الدفع. في هالحالة هاي في معه لمدة 30 يوم من تاريخ تبلغه استدعاء الدعوى، إذا كان تبلغ بالذات مضى 30 يوم ما دفع تبلغ بالذات، إذا ما تبلغ بالذات معه مدة 30 يوم من تاريخ تبلغه الإخطار. بس بهالحالة هاي شو بيكون في صار؟ هون الضرر اللي عم نحكي عنه العقوبة لحالها أجته اللي هي عقوبة تقصير عن الدفع. تقصير عن الدفع هاي شو بصير؟ بصير سابقة تقصير عن الدفع لا ما بيستفاد منها غير مرة واحدة. مرة ثانية إذا بده يصير تقصير عن الدفع بلغ بطاقة بريدية ما تبقى وما رضي يدفع خلال مدة 30 يوم هون يخلى حكما. ليش؟ لأنه القانون منحه فرصة واحدة لأنه يدفع ويتفادى الإخلاء، بس بشرط كمان أنه بده يدفع 5% من تاريخ الاستحقاق لحين السداد التام لحين الوفاء. هو بده يدفع 5% فوق الإجراء المستحقة، معناتها صار بده يلحق حاله يدفع 30 يوم ما دفع في أن تبليغ 30 يوم، اذا ما تبلغ بالذات، اذا تبلغ بالذات 30 يوم بيصير بحقه، عندنا 30 يوم من تاريخ الاخطار، بس باعتبار سابقه تقصير عن الدفع وما بيستفاد غير منها حال مره واحده، بالاضافه لشيء بده يدفع 5% فوق المبلغ المترتب عليه. تمام، نعرف اليوم استاذ بالامور القانونيه دائما في شروط جديده او تعديلات، بخصوص هذا الموضوع بخصوص العقود والايجارات، في تعديلات جديده كان في على القانون؟ على التعديلات الجديدة أحسن شيء طلع قانون رقم 20 لعام 2015، هذا نظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين. هذا آخر قانون، هذا الخاص بالموضوع، لأنه يعني عقد الشريعة المتعاقدين من قبل كليته بيقولوا عقد الشريعة المتعاقدين، عقد الشريعة المتعاقدين، وأنه في عندنا العقارات التجارية والعقارات السكنية هي شمالها العقار هي مأجرة من قبل، كانوا يقولوا عقد الشريعة المتعاقدين، وإلا ما تطبق عليها اجت على القانون رقم 6 لعام 2001 نظم العلاقه فيها حصرها 40% بحال انه ياخذ البيت تبعه، هي من الاخلاء بده يخليه بده يعطيه 40%، هي حق للمؤجر فقط وليس للمستاجر. عن العقارات التجاريه منحه المشرع لمالك المؤجر انه 10% يا بتشتري ناقص 10% يا بترضى بالمبلغ اللي بيقول لك عليه المستأجر، المستأجر بده يبيع المحل بيقول له بيبعث له تبليغ او بطاقه بريديه او انذار كاتب عدل اخطار بيقول له انه انا بدي بيع 100 مليون اذا بده يشتري بياخذه ناقص 10 مليون هي ال 10% اللي عم نحكي عنها. اذا كان قال اوكي انا ما عندي مانع اعطيني 10% ويبيع الصفل، هون بده هو ملزم صار ينقل العلاقه الايجاريه يكون تبع ينظم عقد ايجار جديد مع اللي اشترى الفروغ جديد، من قبل كان هذا محروم ما كان يطلع له شيء. تمام استاذ، اذا بدنا نحكي شوي عن الاشخاص اللي بيأجروا او بجوز يكون كانوا عاملين عقد اجار لهذا المستاجر، خلص مده عقد الاجار ضل هذا المستاجر قاعد بهذا البيت، اليوم شو هل في شروط قانونيه تحمي مالك هذا العقار في حال المستاجر خل معه او رفض يخلي العقار اللي هو ساكن فيه؟ هون بده سواء محل او منزل. برافو، هون بده يضطر يرفع دعوى تثبيت علاقه ايجاريه. هذا اللي حكينا عنه وبنأكد عليه انه القانون منحكم تنجزوا على المحافظه والبلديه، اذا كان بده يوفر على حاله مشان الضريبه بتجي بسيطه يعني بتعادل، خلينا نقول تعادل يعني اتعاب عقد سواء مكتب عقاري سواء يعني محامي ممكن يعني ينصحهم اكثر ياخذ مثلا شيء معين، وانما
ما في شيء بسيط عم يحموا حالهم. هون بهالحاله هاي ما رد على القانون، رد على مكتب عقاري سواء عم ينصحه او واحد يرثيه او شيء، قال له خلص ساوي اخي ما في شيء، ما تكلهم. هون الناس عم تورط حالها مثل ما عم تفضلي، بحيث انه بده يرفع دعوه تثبيت تثبيت عقد الايجار فيما بعد لحتى يرجع يرفع دعوى إخلاء، معناتها تضرر بالوقت وتضرر بالمادي. الأسلم والأنص أفضل أنه ينظم عقد بشكل يعني يتكلف أضعاف الشيء اللي أضعاف حسب أضعاف متوفر أضعاف عليه. فوق ما تصورين إذا كان يرجع بغض النظر أنه المادية في عندك الوقت، بينما يحطه بالتنفيذ خلال خمس أيام يروح يستلم بيته، بينما ما بتعرف في سنة قديش بتضل، شو الإشكاليات اللي بتطلع من المستأجر. ممكن يقول أنا عطيته لقدام، أنا منظم، أنا شاري، ممكن يخلق له أي شغلة كانت إن شاء الله يتأخر يوم من اليومين عم يأثر عليه. أما الأفضل أنه على طريق المحافظة ولا البلدية خلال خمس أيام مرتما خلاص صار سنة تنفيذي، بيحطه بالتنفيذ مباشرة، ما حدا بيحسن يعترض عليه. طيب لجانب الإخلاء والمدة اللي لازم يخلو فيها العقار، في حال كان المالك اليوم أجر بيته لناس، إن كان بيت أو عقار أو أي شيء، في حال هدول الناس المستأجرين يعني خربوا أي شيء أو نزعوا أي شيء بالبيت أو كان في فواتير وأمور، في عقوبات ممكن تكون بحقهم؟ هون ما بتح يعني في عندنا حالات الإخلاء تمام بالعقود الخاضعة للتمديد الحكمي. هلا في عقد عندي مثلا بالسكن او حتى بالتجاري، هو في بيرجع بيقولوا في تامين كمان. نعم لا مش مساله تامين، بقدر ما هو الاساءه اللي عم يسببها صحيح للعقار، هي لحالها بتخليه يعاقب عليها. هي من ضمن الحالات اللي حكينا عنهم انه بحق له المؤجر يخلي المستاجر في حال وجود اي حاله من الحالات الثمانيه، هي من ضمنها انه اساءة استعمال المأجور مثل حتى تقصير بالدفع، اساءة استعمال المأجور العلق فيها. هاي بتكون البنود بعقد الاجار موجوده يا استاذ؟ أني في حال مثل ما ذكرت هايدي انه في حال اي شيء صار بالبيت اي خلل ما في عقد ايجار ما في شيء، بغض النظر في ولا ما في، المفروض انه هاي اساءة تعرض الى العقار، هاي اساءة استعمال المأجور. واحد بده يعمر بيت ساو ابو بمحل ولا ساو ابو بالبيت، هذا كلياته له تاثير. عمر فوق بدون ما ياخذ اذنه ولا يساوي اي شيء، هذا له تاثير. نيجي كمان عقار، ولنفترض عقار تجاري مؤجر مثلا صيدليه، يجي يحط اذا نحف نفسه تبع الصيدليه المستاجر صيدليه، يجي يغير المهنه يحطها حداد ولحام بمنطقه سكنيه، هذا كلياته كمان بياثر، مو شرط انه العمار هو اللي اثر، ممكن تغيير المواصفات بشكل انه يوهن العقار، صار في ضرر على العقار. هون بحق له انه يرفع دعوى لعدم اساءة استعمال المأجور، مثل ما بيخلى على التقصير عن الدفع. يعني في عدة حالات، هي تقصير عن الدفع في حال الوفاة، في حالة رغب انه يعمر بناء الهدم والبناء، لعلة الهدم والبناء، كمان لعلة التملك اذا كان تملك المستاجر، كمان هي من ضمن الحالات. هي الحالة استاذ اللي بيتملك فيها المستاجر في حال ما كان في عقد ايجار نهائيا، هو اصلا اذا ما في عقد ايجار ما في علاقة ايجارية. طب البيت مو باسم الشخص اللي خلينا نقول هو المؤجر، ما في شيء قانوني اليوم يحميه لحتى يقدر فعلا يخلي منزله في حال كان مأجره بدون عقد ايجار او انه هو تملك؟ اذا ما في عقد ايجار ثابت التاريخ بال 2000 قبل 2001 بالنسبه للسكني و 2006 بالنسبه للتجاري يخلى، معناته ما في علاقه ايجاريه. هون معناته بيستفاد المؤجر طبعا، ما في علاقة إيجارية، معناتها ليش لحتى يلجأ لحتى يثبت أو شيء؟ هذا بينعكس على مين؟ على المستأجر. المستأجر هو اللي بده يثبت أنه أنا مستأجر. في حال رفع دعوى المؤجر عليه أنه أنا بدي عقاري، بده يكون ثابت، نحن من محور الحديث بشكل عام أنه بده يكون في علاقة إيجارية ثابتة لموضوع الحلقة كليته اللي عم نحكي فيه. علاقة ثابتة وخاضعة للتمديد الحكمي بنمشي فيها لنحمي حالنا من هي الإخلاءات. أما بشكل عام عقد بنحصح السادة المشاهدين أنه يتنظم عقد لدى البلدية أو المحافظة بيحمي حقه بشكل كامل. تمام، بالختام نشكرك كثير المحامي الأستاذ أحمد السيطري، نورتنا وشكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا كثير لك. شكرا لك أستاذ، ورمضان كريم عليك، بقية نهار حلو لك. أكيد مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، ورح ننتقل ل
أولى تقاريرنا لليوم ورح نحكي عن الجلاب. مين منا يمكن ما بيحب الجلاب؟ هو من المشاريب الرمضانية يلي بتزين مائدة الإفطار للصائمين. خلونا نتعرف أكثر مشاهدينا على هذا المشروب وراجعين. عصير جلاب زائر من نوع خاص على المائدة الرمضانية وفي العديد من المناسبات. يتكون العصير بشكل أساسي من لب الزبيب ودبس العنب والسكر وماء الورد، ويتم تخفيفه بالماء البارد، ويعتبر من العصائر المفيدة لصحة الجسم بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين B6 و B3 والكالسيوم وفيتامين C والمعادن والعناصر الأساسية، وكميات قليلة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميغا 3. تزداد قيمة العصير الغذائية عند إضافة المكسرات إليها لاحتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم والعديد من الخصائص الأخرى. فوائد عصير الجلاب: يرطب الجسم ويحميه من الجفاف الناتج عن عدم الحصول على كميات كافية من السوائل، ويخلصه من التعب والإرهاق لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وينعش البشرة ويحسن صحتها بشكل عام ويمنحها النضارة والحيوية والنعومة والترطيب. يحتوي عصير الجلاب على نسبة عالية من السكر، لذلك لا ينصح باستهلاكه من قبل مرضى السكري، ولتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي وبالتالي يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، كما يجب استهلاكه بكميات معتدلة بشكل خاص لمرضى الضغط المرتفع لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون. الأم هي الجيش الوحيد اللي بتساعد أطفالها وبتحميهم لما بيتخلى الجميع عنهم، لما بيرفضوا مد يد العون لأطفالها. اليوم الأم هي السند الحقيقي لأولادها، هي اللي بتذلل العقبات اللي بتواجههم وأيضا قادرة أن توصل أولادها لبر الأمان. الأم اليوم تستنزف كتير من طاقتها وصحتها وقدرتها من أجل حماية أولادها ومن أجل رعاية أولادها، لكن اليوم أمهات أطفال متلازمة داون لهم اهتمام مضاعف لأطفالهم ولهم تعب وتضحية مضاعفة وبيستحقوا الوسام يا هايدي. أكيد يا ليلى، بما أنه كان الخميس الماضي 21 آذار اليوم العالمي لمتلازمة داون، لابد اليوم مشاهدينا أنه نحكي أكثر عن أمهات هدول الأطفال، عن تضحياتهم ومعاناتهم. أكيد رحلتهم ما كانت سهلة أبدا، كان في كثير من العقبات اللي مروا فيها، ولكن قدروا أكيد يواجهوها من لحظة الولادة ومرورا بالخوف من نظرات أو عبارات التنمر اللي منعتهم يمكن من الاندماج بالمجتمع، وصولا أكيد لحث مواهبهم وملكاتهم المختلفة وتنميتها بمختلف المجالات، سواء كانت فنية أو رياضية، لتكلل جهودهم بالنجاح أكيد ليتحولوا أبنائهم لأبطال حقيقيين، لقصص أكيد بتستحق أنه احنا نضوي عليها. اليوم مشاهدينا رح نحكي اكثر عن الموضوع، بيسعدنا ان يكون معنا لليوم اختصاصيه التربويه عائشه ادليبي قشاش. صباح الخير عائشه. صباح كل عام وانت بخير. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا رب. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب. طبعا بنعرف الامهات دائما لهم اهتمام وتعب وتضحياتهم تجاه اولادهم، لكن يمكن امهات اطفال متلازمة داون لهم تعب مضاعف تجاه اطفالهم. خلينا بالبدايه نعرف مين هن اطفال متلازمة داون. تماما، اكيد هو بدنا نوجه معايده لكل الامهات، يبقوا بخير يا رب. آمين. والمعلمين كان يوم الخميس يوم بهجه برمضان. صحيح. وكله يوم حافل بالاعياد، وبدي انتهز الفرصه عايد والدتي ان شاء الله كل عام وهي بخير يا رب. الله يطول بعمرها يا رب. الله يسلمك يا رب. يوم الخميس كان هو اليوم العالمي ل 21 اذار، هو يوم عالمي لذوي متلازمه داون، هو اللي بيكون لرفع الوعي بهي الفئه ومحاوله دمجهم بالمجتمع. فلنعرف اكثر هيك اصحاب متلازمه داون هن يعني الاطفال اللي بس بيختلفوا عن غيرهم انه هن في كروموسوم زائد، هو اضطراب جيني بيتسبب بهذا زيادة الكروموسوم. عند الأشخاص الطبيعيين بيبقى 46 كروموسوم، أما عندهم بيبقى 47 كروموسوم، فبيصير في انقسام بالخلية بال21. لا نحكي أكثر هيك من دون تخصص بهذا الجانب، يعني بيكون ممكن مترافق مع إعاقة ذهنية من متوسطة لخفيفة، ممكن إعاقات نمو، ممكن صعوبات تعلم.
واكيد في لهم ملامح سمات واضحه مثل العيون المستديره، عرض اللسان، الرقبه قصيره، قصر القامه، في سمات جسديه بيتشابهوا مع بعضهم، وهذا اللي سموه متلازم داون طبعا نسبه لجون داون يلي اكتشف هي الظاهره لما كان عم بمشرف على هدول الاشخاص، فشاف انه هيك بيشبهوا بعضهم فسميت بوقتها منغولي، فبعدها تغيرت هي التسمية وصار أصحاب متلازمة داون. طيب اليوم إيش كمختصين وكجمعيات معنية بهدول الأطفال؟ دايما بنقول إنهم أطفال الحب، خلينا نوضح أكثر كيف ممكن نساعد الأمهات اليوم. تمام، أكيد هلأ دور الجمعيات والمختصين والأشخاص اللي بيقدروا يساعدوا الأمهات بالتعامل مع طفل ذوي متلازمة داون والتعريف فيه، فهو بكتير له جوانب يعني دور الجمعيات، ممكن يكون الاستشارات الفردية، ممكن يكون التوعية بهذا الجانب حتى نعرف مين هي المتلازمة داون، نعرف الماما أول شيء شو هي هي المتلازمة، شو حدود قدرات ابني، شو بيقدر يتعلم، شو ما بيقدر يتعلم، وبالأخص أنه ذكرنا من شوي أنه في ممكن يترافق مع إعاقات وفي منهم عندهم مضاعفات، يعني ممكن عندهم أمراض بالدم، ممكن عندهم أمراض بالمناعة، ممكن في فتحات بالقلب، فكل حدا يعني في فروق فردية حتى بمتلازمة داون وإلى أنواع، فهذا لازم نسلط الضوء على التثقيف بمفهوم المتلازمة داون أول شيء لابنا. بعدها في كتير دورات وفي كتير برامج الأم عليها أنها تبلش تتعلمها، بتبلشوا حتى ببرامج الرعاية الوالدية بعد مباشرة بعد الولادة لحتى نقدر نعلمه من خلال الأعمال اليومية بعض الأهداف اللي ممكن تساعده على المساعدة الذاتية وعلى المهارات الثانية. وفي كتير إلى أدوار الجمعيات مثل حكينا بدورات مثلا تعديل سلوك، ممكن دورات بالنطق، استخدام الحمام، دورات بمجال التربية الجنسية للطفل، يعني هي كل مرحلة مثل الأطفال نحن قدي أطفالنا بحاجة إحنا يعني بيتصرف سلوك معين بدنا نسأل مختص. أطفال متلازم داون يعني لسه لازم نتثقف عنهم أكثر، وهذا دور الأمهات بيبلش أحيانا بمرحلة الحمل إذا تم اكتشاف المتلازم داون، ما بتعرفوا أنه ممكن يكون بمرحلة الحمل يتم اكتشافه. تمام، اليوم لما بدنا نحكي عن الأمهات اللي أو الأسرة بشكل عام، طيب كيف بدها تستقبل هذا الطفل، طفل متلازم الداون؟ كيف لازم تتعامل الأسرة؟ في أشخاص يمكن هنن قلة قلائل اللي بيحسوا هذا الموضوع كتير صعب لهم، أو ممكن حتى الأهل يتعرضوا لبعض التنمر، اليوم شو هي الخطوات اللي لازم يتبعوها؟ هلأ حقيقة هو عند استقبال طفل من ذوي متلازمة داون يعني مشاعر الخوف مهما كان حجم التثقيف بجانب بهذا الجانب، ومهما رفعنا الوعي عند الأهل أنه هيك ممكن رح يجينا طفل خصوصي إذا تم اكتشافه بمرحلة الحمل، فمشاعر الخوف والمفاجأة والحالات من القلق، يعني أي أم بدها تشعر لابنها بهي المشاعر إذا ما كان عنده أي حالة خاصة، ما هيك؟ وبالأخص إذا كان في حالة خاصة وفي اتجاهات من المجتمع أنه يا حرام واخطيتها والله يعينها، يعني هي الوصمة اللي بنعطيها مع التعاطف والذوبان بالتقمص الوجداني مع الشخص أنه في شفقة، يعني هذا اللي بتخلي بتقول معناها ابني في مشكلة، فهذا المشاعر اللي بتمرق فيها كل الأهالي بيمرقوا بهي المشاعر، والبعض منهم ممكن يمرقوا بصدمة أنه خصوصي إذا تم اكتشافه عند الولادة، وكثير شغلة جانب الدراسات بأنه كيف نخبر الأهل بأنه خصوصي إذا كان عند الولادة، أنه مثلا خصوصية المكان والزمان، نعرف كيف نوصل الرسالة أنه عنا طفل ذوي قدرات خاصة، يعني طريقة حتى إخبارهم ممكن تعمل لهم صدمة، فممكن يمرقوا بعض الأهالي بصدمة وإنكار، وممكن تختلف من شخص للتاني من أهل لآخرين بطريقة التعامل مع الطفل، وفي بعض من الأهالي ممكن يمرقوا برفض وبعدين يتصالحوا مع الموضوع وصولا للمساومة ثم التقبل. تمام، اليوم عائشة يعني كل قصص أطفال الداون صراحة بتأثر فينا، ولكن اليوم أنت خبرينا أكثر كعائشة شو أكثر قصة
أثرت فيكي ولسه متذكرتيها وتخبرينا إياها؟ والله القصص كثير يا صراحة. هلا هن هدول الأشخاص هدول الفئة ودودين، في ابتسامة ظاهرة على وشهم، بس أكيد يعني حسب البيئة، يعني بالنهاية هن أطفال، يعني ممكن يربى على عنف يصير عنيف، ممكن يكون عدوان يعني مثله مثل أي حدا تاني، يعني ما أنه بس متلازمة الحب اللي هن ما بيعطوا غير الحب، حسب كمان البيئة اللي ممكن هن يربوا فيها. فهن يعني جميع القصص اللي عم تمرق معنا هي كثير مؤثره، وخصوصي بالاخص لما المؤثره اكثر لما بيكون الاهل كيف تعاملوا معها. في احد الامهات يعني دورت على مؤمنه بقدرات بنتها وبتعرف عندها ثلاث فتحات بالقلب، وان شاء الله يا رب تكون هلا عم تسمعنا هيك ان شاء الله، اكيد بنوجه لها تحيه. اي فعندها البنت ثلاث فتحات بالقلب وعندها مشاكل بالمناعه وكثير عندها، بس هي مؤمنه انه في الا ما يكون في جانب معين من هي الجوانب لازم يكون بنتها تقدر تعمل شيء وتفتخر فيها وتعمل شيء، يعني تضل تركض فيها من مركز لمركز وهيك لوقت اللي اكتشفت بانه هي عندها مهارات بجسدها في ليونه. هلا هن عندهم ليونه هيك يعني خلقه، فهي صارت لعبت جمباز وراقصة باليه وتطلع اهم المسارح، فكتير اثرت فينا. اكيد احنا بنشوفهم كثير عندهم قدرات هدول الأطفال، فعلا عندهم قدرات ومهارات كتير إبداعية وأثبتوا وجودهم كتير من الأطفال. تماما ليلى، أنا بشوف أنه كل حدا فينا عنده قدرات، بس ندور بصندوق نفسنا نحن وين القدرة المميزة، حدا يدعمنا لحتى ننمي تماما حتى هدول الأطفال، يعني ممكن بجانب معين حدا شاطر بالخط العربي، شاطر بالتطريز، شاطر بجانب معين نحن ننمي له إياه ونضوي عليه، مثل نحن يعني ياما في أشخاص بيموتوا وبيعرفوا مواهبهم. صحيح تماما. اليوم إذا بدنا نحكي عن اندماج أطفال متلازمة داون بالمجتمع، كتير مثل ما كنا عم نذكر إنه فعلاً هنون عندهم قدرات، هل اليوم في بعض الحالات ممكن هدول نقول عنهم نحن هدول ما بنقدر إنه أو ما بيقدروا يندمجوا بالمجتمع أو ما عندهم هي المهارات اللي غيرهم من الأطفال عندهم إياها؟ هلا إذا بشكل عام عن الأشخاص ذوي الإعاقة عم تحكي حضرتك، إنه أكيد كذوي الإعاقة أنا شوي بدقق على موضوع إنه هو أكيد كتسمية إنسانية نقول ذوي همام، هو كتير حلو حلو هاي الكلمة، بس للحقيقة في أشخاص من ذوي الإعاقة ما ننهمم صراحة، فإنه في أشخاص في اعتمادية كلية على الآخر، فإنه ممكن تكون عملية دمجهم في صعوبة، ممكن بجوانب معينة بمشاركات معينة ممكن نقدر ندمجهم، وفي أشخاص تانين قدرات هي بتختلف حسب قدرات شدة الإعاقة وعمر الطفل وقدي أهله اشتغلوا عليه بمراحل التدخل المبكر، فأكيد فينا. أما أصحاب متلازمة داون كونه نحن متفقين أنه ممكن تكون أغلبيتهم أنه الإعاقة بين خفيفة الإعاقة الذهنية لمتوسط الشدة وفي منهم عميقة وشديدة، بس أنه فينا ندمجهم وعم نلاقيهم كتير يعني بالأيام العالمية بالمعارض قد بيعملوا شغلات فيها القصص الرسم، فيها الأمور اليدوية الهاند ميدز فإنهم بيشتغلوا فيها، عم نلاقي دمجهم. ممكن إذا سمعنا حتى كيف صار في معيد بمصر، بالأردن صار في كمان أشخاص عم يعلموا، فقعدنا حتى قد ايه فتحوا مطعم بدمشق انه عم يقدموا كلهم من متلازمة داون، وفي أشخاص يعني هن في جوانب معينة بيقدروا يشتغلوا فيها، وكل طفل حسب إعاقته وحسب شدته لهي الإعاقة وقد ايه هو بيقدر ينمي هي القدرة اللي عنده وممكن يتعلم جزء من مهنة ويبرع فيه. تمام، ببداية حديثنا معك كنا عم نقول إنه هدول الفئة من الأطفال اللي بيتعرضوا لكثير من التنمر من نظرة المجتمع يلي حواليهم بتكون أحياناً سلبية، طبعاً فئة من المجتمعات يلي بتكون نظرتهم متخلفة فينا نقول نوعاً ما، فخلينا نقول هون يمكن الأم بتعاني كثير نفسياً من هيدا الموضوع، كيف ممكن ندعمها نفسياً ونقويها أكثر؟ تمام. هلا للحقيقه التنمر ظاهره منتشره اللي عنده اعاقه ما عنده اعاقه. صحيح. يعني كله واصل الدم. تمام. فيعني اكيد لنحدا بنشتغل على انه نحصن الام نفسيا، يعني اكيد كيف الاشخاص اللي هن بدها تسمع منهم مثل نحن، يعني انت بتسمعي من حدا عم يسمعك كلمات ما منيحه مره على مره بتفهمي انه هذا الشخص انه ما بحيط حالي بهي البيئه، ما هيك؟ صحيح. فاكيد لحتى نراعي صحتها النفسيه ونرفع مستوى جوده الحياه عنده ونرفع مستوى صحتها النفسيه بدنا ننتبه انه هي مين تتقرب من مين،
شو مواقع التواصل اللي يمكن عم تسمعها، شو هي اللي صحة المعلومات اللي عم، يعني في كثير معلومات وخرافات عن متلازمة داون، بيقولوا لك انه هو مرض وهو بموتوا على 10 سنين وبموتوا على 20 سنة، يعني شايفة هي الأخبار؟ هلا نحن كأشخاص عاديين مثلا ما عندنا صلة قريبة مثلا انه ما عندك انه هذا القريب انه متلازمة داون، ممكن تاخذي هذا تقولي يا حرام وبس، بس الأم رح تخاف وتقلق، حتى وإن كانت عم تنكر المعلومة بس جواتها ممكن تتأثر، فهي بدها تنتبه شو عم تسمع ومين عم تسمع، وأكيد بدها تنتبه لصحتها النفسية هي، يعني كمان ما تنسى حالها، يعني الواحد ما بيقدر يعطي للآخر إذا ما هو اعتنى بحاله، ما هيك؟ فالأمهات عم ينقسموا قسمين اللي عندهم حالات خاصة، إما بيروحوا على حدا إنه خلص هي الله بعث لي إياه وأنا بطعميه وأنا بشربه وأنا بكل شيء أنا عايشة أنا بساعده لهالطفل، وهذا طبعا جانب مو مانو صحي، واما بيكون في يعني ضغط على حاله كرمال ابنه، يعني هون لا نروح هالاكستريم، لا نروح لهون ولا نروح لهون، اكيد بدنا ننتبه حتى على حالنا نحن، شو عندنا هوايات، شو عندنا مشاوير، في عندنا حالات اوقات خاصه تكون الي، اقرا كتاب، اسمع شيء مفيد لإلي لحتى اقدر اكون متابعه مع ابنائي بشكل عام وبشكل خاص مع متلازمة داون. تمام، اليوم بدنا هيك نصائح اخيره منك عائشه لحتى للامهات اللي عندها احد اطفال متلازمة داون، كيف هي ممكن تدمجه بالمجتمع، كيف هي ممكن إن ما تخاف عليه من التنمر، بالعكس هي دائما تكون مثل ما ذكرنا الداعم الأساسي له، وما تفكر بأي شيء هي تدعمه وتبعده عن هدول القصص، وكيف ممكن هي تدمجه فعلا بالمجتمع تخليه شخص فعال. يمكن هذا الشيء من الشهور الأولى فينا ندمج الطفل أو من السنوات الأولى، خلينا نقدم شوي من هاي النصائح. هلا أكيد هو التدخل المبكر كتير بيفيد، يعني أنت لما عم تشتغلي مع الطفل بعمر صغير، أطفالنا اللي ما عندهم إعاقات بعمر صغير قد صح إنه نشتغل معهم بهذا العمر ما نتأخر عليهم، وأكيد وبالتالي متلازمة داون وغيرها من الإعاقات يفترض التدخل المبكر، وهذا اللي بنسعى له نحن كمختصين بهذا المجال. بدنا نقول لها دائما انه ثقفي نفسك بهذا المجال، تبعي دورات بتقدري تتعاملي فيها مع ابنك وسلوك ابنك يلي ممكن يظهر لك بكل مرحله من مراحل ابنك او بنتك، ممكن تمرق بمرحله البلوغ فبدها كمان تهيئه بهذا الشيء لحتى تقدر تتعامل معه مع الطفل، غير انها تتبع دورات كمان ممكن هي قد ما بتقدر انها هي تعطيه مهام يقوم فيها الطفل منه من حاله، يعني ما نكون نحن انه عندنا طفل ذوي متلازمة داون لازم نحن اللي يعمل هيك انه انا بعطي الاكله، لا كمان عطيه مساحته، بنجزئ له الاهداف لمهام صغيره، خليه هو يقوم يشتغل لحاله، يرتب تخته لحاله، يعمل الامور اللي شوي شوي، ممكن التعليم يكون ببطء بس ما علينا، خليه نحن بالنهايه ما لنا دايمينه، وهذا لازم ان كل ام تنتبه لهذا الشيء وتتبع مع المراكز اللي عم تشتغل معه، تدمجه بمراكز وان كان مدارس خاصه معاهد متخصصه بالاشخاص اللي عندهم اعاقه باول فتره لحتى تدمجه بالمدرسه اذا كانت حالته بتسمح انه يدمجه بالمدرسه، تتابع بخطته الفرديه، تتابع في فعاليات مقدمه تحاول تساعده انه هو يروح بهي الفعاليات، وهي شو عندها واجبات تكفيها بالبيت معه أكيد لازم تتابع معه. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير اختصاصية التربوية عائشة قشاش، أهلا وسهلا فيكي، وأكيد مشاهدينا بدنا نوجه تحية محبة وتقدير لكل الأمهات بشكل عام وتحديدا أمهات أطفال متلازمة الداون، أكيد كلنا معهم يا ليلى. شكرا لك عائشة، وبقية نهار حلو لك أكيد يا هايدي. بختام مشوارنا الصباحي شكرا لك ولكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، وأكيد نوجه تحية لأمهات أطفال متلازمة داون، وأكيد لكل الأمهات، وأيضا اللي كان يوم الخميس مناسبة كتير عظيمة هي عيد الأم، أكيد بدي عايد كل الأمهات، بدي أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأكيد الأم اللي دائما قادرة أنها تدعم وتسند أطفالها وبتضحي كتير بطريق أولادها، وأكيد بالتحديد بدي وجه تحية لكل أم قامت بهي الظروف الصعبة وأخذت دور الأب والأم وقدرت أنها تربي وتعلم وتكبر. كل عام وكل الأمهات بألف خير، بأي نهار حلو لكم مشاهدينا، وتبقوا بألف خير. أكيد، وأنا كمان بدي عايد على كل الأمهات الله يطول بأعمارهم، نحن بدونهم ولا شيء، وتحديدا بدي عايد ماما زينة كل عام وأنت بخير والله يخلي لي إياكي يا رب. وأكيد مشاهدينا وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي، وبدنا نجدد الشكر الخاص لمجموعة رحالة تجارية زهرتي قفطان على العبايات الحلوين ضمن صباحنا غير لليوم وطيلة شهر رمضان المبارك، وأكيد كل سيدة تهتم بإطلالتها خلال شهر رمضان فهي بتقدر تختار
أخبار الموديلات الموجودة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وباي باي.